البنت هذه خرجت نهار 2 مع 8 ديال الصباح، خرجت من المنزل ديالو مشات للمدرسة، ما دخلتش للمدرسة. مهم الوالدين ديالها بالعهد بيها بأنها الدرية كتقرا، وصلت 12:30 كيتسناو فيها باش غتجي، ما جاتش من المدرسة. وصلت 1:30 مشاو الوالدين ديالها للمدرسة، ما كيلقاوش الدريه، بان ديك الساعه كيعرفوا بان راه البنت ما دخلتش المدرسه، هي وواحد البنت اخرى، هما جوج بنات وساكنين في قاره وحده. دابا المشكل اللي كاين دابا اليوم الثالث، هاد الدريه باقي ما بان لا حس لا خبر. كيهضروا، كانوا نهار الاول كيهضروا واتساب، كيهضروا انستغرام، ولكن ماشي من نفس التليفون. دابا انا الله يخليكم اللي شاف هاد البنت يتصل بوالديها وبلا ما يبقى يتفلى، حيت الناس مدمرين وباها مسكين زعما في واحد الحاله لا يرثى لها. الله يجازيكم بخير اللي كيشوف هاد البنت. انا اللي كنهضر معاكم حتى انا من العائله ديالها. الله يرحم ليكم الوالدين، هاد الدريه باقا قاصر يلاه عندها 14 عام. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. الام في واحد الحاله لا يرثى لها، والاب حاليا دابا موجود كاين في سبيطار مولاي يوسف، داوه غيبوبه، داوه غيبوبه غادي يموت على قبل بنته. الله يجازيكم بخير. اللي كيعرف شي حاجه يتواصل معنا، واللي كيعرف شي حاجه اللي في امكانه انه يدير شي حاجه يديرها. الله يجازيكم بخير. راه امه لا اله الا الله كلشي كيقلب بالنهار وبالليل. الله يرحم ليكم الوالدين، الله يجازيكم. اللي كيعرف شي حاجه انا كنقولها وكنعاودها، كلشي حشومه هادشي. الانسان يحط راسه في بلاصته، يقول يدير هاد الدريات اللي خرجوا كانهم بناته، كانهم بناته. راه الوالدين ديالهم مدمرين، حشومه حشومه، وكيبقاو يستهزئوا بينا الناس وتيعيطوا وتيقولوا بان هاد الدريات هادو هما كاينين في الرباط، هما كاينين في هنا، هما كاينين في هنا، وتيبقاو يقولوا لينا صيفطوا لينا الروشارج، صيفطوا لينا. هادي راه حرام، راه حرام. واش نتوما ما كتحسوش؟ ما عندكمش الانسانيه؟ راه حشومه باش تواصلوا مع الناس بالسلم وتقولوا كلمه الحق وتقولوا كلمه اللي كاينه، نتوما كتبقاو تفلاو. الله يجازيكم بخير. اللي شاف هاد البنت يتصل ويشوفها ديال بصح يتصل، حنا عالمين البوليس وما يخافش على راسو. الله يجازيكم بخير. شكون في السويقه؟ بوسبير قلت لك السويقه. الاخبار اللي كيقولوا لنا ملي كنجيو نشوفوا ما كنلقاو ما كاين منا والو، كيقولوا بان شفنا البلاصه الفلانيه، شفنا البلاصه الفلانيه، ملي كنمشيو للبلاصه اللي قالوا لنا عليها ما كنلقاو والو. من نهار الاثنين اليومين هذا هو باقا دري صغير عنده 14 عام، يعني المحتمل تكون مختطفه. لانه من نهار الاثنين اليوم هذه تقريبا 48 ساعه وكثر، يعني ربما تقدر تكون مختطفه. الا كانت كتشوفني يعني نقول لها رجعي بنتي يعني هنا رجعي، وربما انت ما كنظنش بانه خاصني بشي حاجه، ما كنظنش خاصني بشي نقطه، ولكن انت حتى بشي نقطه انتيا قولي لنا بنتي هنا وحنا غادي نلبيو لك بنتي. ولا كان مختار باش شي واحد يعني ينظر لها بحال يشوفها كما كيشوف ولادو، يعني كما كيشوف ولادو ويحاول يرحم والديها.